نرجع من جديد في شكون جلول. 49 دقيقة بعد ماضي ساعة الغنية هذه باش نعود نسموها من بعد. أنا مانيش ناخذ برشا من وقت الضيف داعي سي أحمد العامري اللي معنا في المباشر. مرحبا بك سي أحمد. وبيك عايشك. أشن أحوال الصحة؟ ربي يفضلك. أول حاجة نسألك عليها الصحة. والله لاباس. بعد السنوات هذه الطويلة من العمل مانيش نسألك أولا كان على الصحة. لاباس. لاباس لاباس الحمد لله. الحمد لله. عودة مدرسية موفقة إن شاء الله. يعيشك ربي يفضلك. أنت مدير؟ أنا مدير المدرسة الإعدادية بالرقادة القروان. برقادة في القروان حاليا. به. أنا مش أنت ما تعرفش بالضبط سيد أحمد أنا علاش كلمتك. لا. ما عندكش فكرة. به. إحنا عندنا فقرة في البرنامج متاعنا اسمها قف للمعلم. ديما ننقدوا المنظومة التعليمية والتربوية ونتذمروا. ناس تقول الولي، ناس تقول التلميذ، ناس تقول المربي، ولكن المهم في كل الحالات ومهما كان نقدنا لازمنا ديما نكونوا متأكدين أنه فما مربين خدموا بضمير وما تدخلوش حتى نقطة عرق باش يفيدوا الأجيال الصاعدة، باش يفيدوا أولادنا وباش يفيدوا بلادنا. أكيد. قف للمعلمي ووفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. أنا قبل ما تقول حد شيء سيد أحمد بعد مش نعطيك الفرصة باش تتكلم، قبل ما تقول حد شيء الفقرة هذه هي تكريم للرجال التعليم، للناس اللي خدمت بكد واجتهاد. مش أنا اللي نقول الكلام هذا، الناس اللي محيطين بك اللي تعاملوا معاك تلامذتك زملائك هم اللي يقولوا الحديث هذا. أبقى معايا واسمع البورتري هذا. قف للمعلم. قم للمعلم ووفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. علمني 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 علمني. بالعبارات هذه لاستهلوا رحلة ثنائنا وتبجيلنا الأستاذ أضاء بن براس الأسنى ظلمات الجهل وعطى صفوة خبرته في الحياة ومضاف تلامذته حتى أوصلهم لشواطئ العلم. بالعبارات هذه انكرموا صديق المعرفة وعدو الجهل اللي كان خير ربان، خاطر كما نعرفوا للعلم هو عبارة على سفينة تسير في البحر، وسفينة تحتاج الربان يمضي بها وين ما يوجهها تسير. هو أصيل عبيدة الشرقية تابع المعتمدية تشبيكة من ولاية القروان، مولود في 18 أكتوبر 1970 ومتحصل على الأستاذية في الفلسفة. تم انتدابه في 13 أكتوبر 1996، التحق بمعهد نفيذة وشغل خطة أستاذ تعليم ثانوي من 13 أكتوبر 1996 26 نوفمبر 2007، وكان مدير بمعهد الأغالبة بالقروان من 27 نوفمبر 2007 ل 8 نوفمبر 2010، ليلتحق كمدير بأعدادية الحصري بالقروان من 9 نوفمبر 2010 ل 30 جوان 2011، وثم مدير أعدادية رقادة بالقروان من 2 سبتمبر 2011 لحد الآن. سيد أحمد العامري أنا نعرفه ديبوي 96 اللي التحق هو بمعهد نفيذة. بدأت العلاقة مغادي، يعني سكننا مع بعضنا، كان يعني أفضل الأصدقاء والزملاء يعني اللي تعاشرت معهم في تجربة التعليم لحد اليوم. السياب الاجتماعي سيرفيابل توفر فيه يعني كل شروط المربي والإنسان والعلاقات المفتوحة اللي ما فيهاش قرير قنصي، ما عندوش خلفية يعني سلبية، إنسان يعني يحب الناس كل علاقته بتتلمسته كانت متميزة لأبعد حد. أنا كنت قريب منه برشا، نسكن مع بعضنا وعلاقته بزملائه نفس الشيء، من الناس اللي ما تنجوش تنساه، من الناس اللي خليك ديما تفكره. وهو في حد ذاته يعني إنسان ما يغضب حد، قريب للناس كل، ديما يضحك، إنساني إلى أبعد حد. يعني كان حتى في علاقاته بتلامذته يعني كيشوف حالة اجتماعية لغاية كيبادر وحده حتى مع تلامذته حتى البرة، إنساني إلى أبعد حد. يعني هذاك اللي خلى بصمات وخلى السيد أحمد العامري أنه يعني يكون من بين المربين الفاضلين والناجحين اجتماعيا وتربويا، حتى كان عنده كفاءة كانت ميزة كفاءته يخدم على روحه بمعنى خدام. أحمد العامري أخ، هو مش أخ فقط، هو أخو وصديق من نحن صغار، يعني حس روحي هو أقرب الناس لي في كل شيء، وصديق بقيت العائلة الكل حق من كبير للصغير. أحلى لما ما تكون كان بيه في العائلة، إذا له مش موجود بصراحة يخلي فراغ كبير. يقول لما نلتجأ كان لي هو، وقد ما نحكي عليه شوي، وقت النصح ينصح، وقت التأني بأنب، لكن بأسلوب يكون أسلوب معلن، يعني ما فيش قوة ما فيش عنف ما فيش، وقت التأني به بحكم أنه هو أخونا الكبير.
عنده أسلوب يعرف كيف يكسبنا حتى كيف كبرنا وكل واحد عمل عائلة واحد ديما يتجأ له هو أكثر واحد لحد الآن. اللي عنده حاجة يحب يقضيها واللي عنده حاجة يحب يحكيها واحد لحد الآن نلتجأ له كان لهو. أنا تلميذة من تلميذة سيد أحمد العامري. بالنسبة لي يعني كانوا أستاذ معناتها من أحسن الأساتذة اللي قراوني وقعدوا راسخين في ذاكرتي. علاش؟ على خاطر معناتها الشخصية نتاعو كان كارم برشا وعمره ما عنده صوت معناتها لا تلميذ ولا لا أي حد، وديما كانت معاملته فيها نوع من التمييز على خاطر باله واسع برشا مع التلام ذا كل. هذا هو أحمد العامري الخوة زميل والأستاذ والمربي، واحد من رجال التعليم اللي ساهم في تكوين أجيال وأجيال. طاب الحديث عن المعلم، إنه نبع المعارف دائم الجريان، إن المعلم للشعوب حياتها ودليلها وعطاؤها المتفاني، فإذا سألت عن الشعوب فلا تسل عن غير هاديها فذاك الباني. قف للمعلم. سيد أحمد العامري كان ضيفنا في أول حلقة من قف للمعلم، نعود نرحب بها معنا في المباشر. إن شاء الله تكون المفاجأة عجبتك سيد أحمد. مفاجأة حلوة برشا وبالحق أثرت فيها برشا. احنا من نجمو كان انا نحب نشكركم على المفاجأة هذه بالحق، واللي سمعته من زميلي ومن اختي ومن تلميذتي معناتها شيء بالحق تعجز اللغة بالحق على وصف. نبحث احيانا اللغة دي ما تعبر على أعم وظيفة في الأشياء، أما ثم دقائق وتفاصيل أي لغة تعجز بس تعبر عليها. من إحساس ما تنجمش تترجم اللغة بالحق. بالنسبة للمربي سمعت من عارف زميلي يبدو لي اللي حكى قال أحمد يخدم على الروح. أنا نحب نقول اللي المربي ما تنجمش تسأله ما عملك، ما تنجمش تسأله شنية خدمتك. أنا مرهاش خدمة ومرهاش عمل، رغم اللي اللغة تستوجب أن نوصف الأشياء، هي رسالة. ما رسالتك؟ بالحق بالنسبة للمربي عنده رسالة عظيمة ورسالة جسيمة ورسالة خطيرة بالمعنى أهمية، بالمعنى الأهمية، ويحمل على عاتقه هموم بلاد كاملة. يعني الأجيال اللي أكيد. تخرج من أكيد. من من أكيد. من بين يديه هي أكيد. اللي مش نجم غدوة تقف للبلاد. أذكر فيما أذكر كنت قبل كي نروح للدار نبدأ على أعصابي، يسكن معايا زملاء، ولا حتى بعد كي تزوجت ونروح للدار نبدأ على أعصابي. عندي المدام تعرف اللي بين قوسين من المدام تلميذتي قريتها فيزيام وبكالوريا. وانا كبديت باش في التدريس بديت سني صغير. الفارق العمر بيني وبينها 7 سنوات، ما كانش كبير. ما كانش فارق العمر بيني وبين تلامذتي كبير، ولسبب هذا كنت قريب منهم برشا. نتفاهم مشاكلهم، نتفاهم حياتهم، نتفاهم مشاعرهم، من نفس الجيل، نتفاهم علاقات الحب. اي علاقات الحب اللي تبدا موجوده داخل القسم، فهمتني. عاد كي نروح ساعات نبدا مانيش عادي، تعرف مهمي شبيك، تعرف اللي درسي ما مشيش مثلا. كي درسك ما يمشيش بالبداية تروح بالبداية الروح على عصابي. بالحق الروح على عصابي. في نفس الوقت كي درسي يمشي الروح شيخ، عامل جو، عامل، فهمتني. وهذا يعكس احساسك بالمسؤولية. لأني بالحق اكيد مسؤولية جسيمة وكبيرة برشا. والحمد لله. شوف سيد احمد، انا ماذا بيا هو الحديث معك يحلو، ما فيش شك، ولكن الوقت يداهمنا. انا حبيت نكرمك اذاعتك نوزافام، حبيت تكرمك وتكرم من خلالك كل رجال التعليم ان شاء الله في برنامجنا هذا في كل موعد، تكريم الواحد من رجال التعليم في فقرة قفل المعلم. الفقرة هذه تنجم تسمعها سيد احمد على الصفحة نتاعنا على الفيسبوك، صفحة الرسمية لكنوزافام. كلمة الختام لك انت سيد احمد. أنا نحب نوجه رسالة أولاً الساعة كل الشكر لكم، يعيشك بالحق على الإنسة الكريمة للمربي، لأنه مربي اليوم نحبه ولا نكره ما هوش مربي الأمس، وتلميذ اليوم ما هوش تلميذ الأمس، والمربي اليوم قاعد يتعرض لنوع من التهميش والإقصاء والبرشة، ربما تدخل فيه عدة اعتبارات، هي سيتان تو، هو كل يدخل فيه، ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي ومادية إلى آخره. العلاقة أنا نحب نأكد على حويجة واحدة، أنه
يلزمنا نكرسوا العلاقة الأبوية الروحية اللي تجمع ما بين الأستاذ أو المعلم المربي بصفة عامة والتلميذ. على خاطر تم استثناءات ولمحة هي فائقة الندرة. سيد أحمد أنا مش مستسمحك. ماذا بينا ما تشوبهاش تفضلي. خلي الكلمة هذه هي اللي نختم بها العلاقة إن شاء الله ما بين المربي والتلميذ تكون ديما علاقة متينة ويكونوا قراب من بعضهم باش ينجم الأستاذ يوصل المعلومة ويفيد التلميذ والتلميذ يكون أحسن متلقي ويكون المثال الجيل سعد نتمنىه يقدم ببلادنا. نشكرك سيد أحمد بارك الله فيك.